يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. حاجة مختلفة، يعني نغير الموبايلات شوية. الكبسولة الذكية اللي انت شفتها في صورة الفيديو دي فعلا هتخلي بيتك فيه حاجة سمارت جدا، وفعلا في اتنين هيطلعوا ببلاش هدية، بس لما تجاوب على السؤال اللي موجود في آخر الفيديو. ازاي بقى يبقى أذكى تلفزيون دي؟ هنبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ ما تنساش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس، ويلا بينا. سواء تلفزيونك كان سمارت تي في او تلفزيون عادي خالص، شاشه ال سي دي عاديه قديمه من اللي هي من 8 9 سنين، في الحالتين هتقدر تخليه سمارت. ازاي؟ في نظام لو انت ما تعرفش عاملاه شركه جوجل اللي هي بتاعه الاندرويد، اسمه اندرويد تي في، بمعنى اللي انت بتعمله على شاشه موبايلك تقدر تعمله على شاشه تلفزيونك. بعض الشاشات بتكون سمارت بس مش بالشكل الكافي اللي تخليها تديك نسخه اندرويد كامله تقدر تتعامل عليها بالشكل الكافي اللي خليلك تلفزيونك زي تليفونك. فشركه شاومي، وهي شركه طبعا عندها المي هوم اللي هو بيكون جواك كل حاجه تتعلق بالذكاء داخل البيت، يعني تعتبر عايش في منزل ذكي، عملت جهازين، واحد اسمه مي تي في ستيك وواحد اسمه شاومي تي في ستيك. خلينا ناخد المواصفات المتشابهة بين الاتنين، لان الاتنين بينهم فروقات، هما زي بعض في كل حاجة ولكن في فروقات بسيطة بين الجهاز ده والجهاز ده. الجهازين عليهم نسخة اندرويد كاملة وعليهم رعاية من جوجل، وفيهم جوجل اسيستنت تقدر تتعامل عليهم بالنتفليكس او البرايم فيديو او اليوتيوب او اليوتيوب كيدز عشان اولادك. هتلاقي كمان نسخة جوجل بلاي كاملة تقدر تحمل برامج خاصة بيك تسيفها على التلفزيون او على الجهاز نفسه، يعني بحيث ان انت تقدر تفتح مثلا برامج براوزنج او تعمل تفتح برامج تتفرج فيها على افلام من غير ما تحتاج انك تستريم دايركت من التليفون بتاعك. تقدر كمان تشغل جوجل بلاي ميوزك وجوجل بلاي تي في، بالاضافه لانك تقدر تتحكم في كل حاجه عن بعد عن طريق ريموت مش بايدك زي ما بيحصل في التليفون. الظريف كمان في الموضوع انك لو قاعد تتفرج مش هيجي حاجه تقطعك او حاجه تقطعك بمعنى اصح وتوقف لك الفيلم علشان انت جالك مكالمه، او لو انت مش حابب تستقبل مكالمات. ففي الحاله دي لو جالك مكالمه هيكون الموضوع بالنسبه لك مضطرب شويتين، يعني هتضطر تعمل دون ديسترب، هتضطر تقفل التليفون، تعمل فلايت مود، هتعمل اي حركة. انما هنا انت ممكن تحط تليفونك في مكان وتقعد تتفرج او تتعامل على الشاشة عادي جدا. كمان الجهاز بيتوصل بالواي فاي، يقدر يقدم مالتي تاسك كويس، وتقدر تشتغل بيه على الانترنت اونلاين ويبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. الجهازين بيتوصلوا على التلفزيون عن طريق مدخل ال HDMI، والموضوع بسيط خالص. بعد ما بتوصله بتلاقي الموضوع اشتغل معاك زي الفل وشغال معاك مفيهوش اي مشكلة، مش حاجة معقدة، مش حاجة مقفولة، موضوع سهل وبسيط جدا. خلينا نقول بس الفروقات كده واحدة واحدة بين الاتنين لانهم متشابهين لكن بينهم بعض الاختلافات. عندنا نسخة شاومي تي في ستيك دي بتيجي بتقدر تعرض 4K، بتعرض فيديوهات بجودة 4K، اما المي تي في ستيك ما بتعرضش غير فول اتش دي. عندنا كمان النسخة ال 4K اللي هي شاومي تي في ستيك، وهنقول عليها بعد كده 4K، النسخة دي بتيجي 2 جيجا رام، والنسخة الفول اتش دي او المي تي في ستيك اللي هنسميها بعد كده الفول اتش دي بتيجي 1 جيجا رام. نسخة الاندرويد على ال 4K بتكون اندرويد 11 وبيكون في دولبي فيجن ودولبي اتموس. اما نسخه الاندرويد في النسخه الفول اتش دي فبتكون اندرويد 9 مع دولبي اوديو دي تي اس. وكمان الفرق بيكون في السعر، ان نسخه الفور كي بتكون ب 1499 جنيه ونسخه الفول اتش دي ب 1249 جنيه، تقريبا الفرق بينهم 250 جنيه. ده لو انت بتحب تتفرج على جوده 4K، و في النقطة عاوز الموضوع يكون اسرع شوية عشان الرامات والاندرويد احدث شوية. خليني بس اقول لكم حاجة يا شباب، واحنا في وسط ما بنتكلم كده، ليه ما بتعملوش لايك كتير على الفيديو؟ انا عارف ان انا واحد من الناس عندي المشكلة دي، ما بحبش ادوس لايكات كتير كنت، لكن لما اكتشفت ان اللي بيعمل محتوى بيبقى محتاج ان الناس تدوس لايك علشان يعرف رأي الناس في المحتوى بتاعه وعلشان يقدر يقدم محتوى افضل. ما تنساش لايك، ما تنساش تشترك في القناة. خليني اقول لك انك بتروح تدفع اشتراك علشان تفتح حاجات وتعمل حاجات،
في التي في بتاعك او في الشاشه او عشان تتفرج على حاجات متعلقه بشغلك، هنا هيبقى الموضوع اسهل وتقدر تشوفه على الانترنت، ولو عندك انترنت قوي هتحس ان الموضوع مختلف خالص. نيجي بقى ازاي هتكسب واحده من دي او واحده من دي. هنسال سؤال، والسؤال بسيط جدا، والسؤال ده لو جاوبته هنختار عشوائي من كومنتات اليوتيوب ومن كومنتات الفيسبوك. من كومنتات الفيسبوك هيكسب المي تي في ستيك، ومن كومنتات اليوتيوب هيكسب الشاومي تي في ستيك اللي هي الفور كي. السؤال هنا بيقول ايه فرق الوزن ما بين نسخة شاومي تي في ستيك ومي تي في ستيك، شوف في فرق وزن ولا مفيش. سيب كومنت هنا في اليوتيوب، او لو انت بتتفرج على الفيسبوك سيب كومنت في الفيسبوك، وان شاء الله يوم الاثنين زي النهاردة هنختار واحد من الفيسبوك وواحد من اليوتيوب ونبعت له المي تي في ستيك او الشاومي تي في ستيك لحد باب بيته. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، يلا بسرعة خش اكتب في الكومنتات اجابة السؤال، واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. سلام.